واضح أن هناك انسداد في الأفق في ظل وجود حكومة غير قادرة اليوم على إزالة الإيرادات، تراجع في الإيرادات حاد، فشل الفريق الاقتصادي فشل ذريع، وأقرت الحكومة بالفشل بعد العيد، وتراجع في الحريات المالية. أقرت الحكومة من فريق الاقتصادي أقر بالفشل. المسألة الثانية وتحديث أن الحكومة وتطرقها إلى مواضيع السيارة الإلكترونية والسيارة الكهربائية والكروز الدخان اللي أشعلت الشارع في الرمثة، هذا دليل على تخبط. اليوم النواب في ظل هذا السيناريو عاجزين عن تقديم أي شيء للحكومة، لأنهم قدموا لهم الدعم في الموازنة الماضية أنه أقروها. النواب قادمون والحكومة على أسوأ موازنة في تاريخ الدولة الأردنية على الإطلاق، ستكون أسوأ موازنة وأصعب موازنة على الأردن في سنة 2020. اليوم الدورة العادية قد تصدر الإرادة الملكية في منتصف تشرين الثاني شهر 11، تسحب لشهر 4 في مسألتين، إما جلالة الملك يأمر بالحل وهي كلها هي صلاحيات جلالة الملك، يأمر بحل مجلس النواب بعد الدورة الاستثنائية وبالتالي تذهب الحكومة بعد أسبوع من الحل، نذهب إلى انتخابات مبكرة، ومن يسأل الهيئة المستقلة للانتخاب بقيادة الدكتور خالد الكلال اليوم يقول أن الهيئة مستعدة لإجراء الانتخابات في أي وقت. صحيح. جاهزة. الجاهزين لدى الهيئة المستقلة للانتخابات جاهزة. المسألة الثانية، إذا ذهبنا لانتهاء الدورة العادية الثانية اللي هي بشهر 4 أو 5، الانتخابات في نفس الحالة كيف الوضع؟ الحكومة. اسمح لي. إذا ذهبنا إلى السيناريو الآخر أن نذهب إلى نهاية الدورة العادية لمجلس الأمة، يقر قانون انتخاب بتعديلات بسيطة، وهناك خلاف بين الحكومة وبين أطراف الدولة على ما هو قانون الانتخاب القادم، هل سيبقى بتعديلات بسيطة؟ أم أن قانون كبير. لعمر الرزاز، حكومة الرزاز ستأتي بقانون جديد بصيغة مختلفة. فإذا حل المجلس في شهر 4 قبل انتهاء عمره الدستوري بشهر 9، هو عمره الدستوري ينتهي في شهر 9، حل نذهب إلى انتخابات خلال 4 أشهر من الحل، وهنا تذهب الحكومة مع ذهاب النواب. إلا إذا ذهبنا إلى مسألة مجلس يسلم مجلس، فالرزاز باقٍ ويبقى الدكتور عمر الرزاز لإعادة تعديل جديد ويجري الانتخابات. فالسيناريوهات متعددة، الأفق مسدود، الناس متضايقة. اليوم الدولة قد تذهب إلى الانتخابات من أجل أن إفراج لن يكون سياسة. هناك طرح لأي تعديل دستوري في هذا التعديل الدورة. الدستوري قد يذهب إلى أن لا الحكومة التي لا تحل البرلمان تحل خلال أسبوع من الحل، هذا قد تلجأ إليه الحكومة، لكن صراحة راح تكون مكشوفة من نقاش النواب واعتراض النواب ونقد النواب ورفض النواب لما يرد في قوانينه، ومن ثم عند التصويت بالإقرار أو الرفض تجد أن الإقرار بالضبط مبارك. المسألة الثانية الأخيرة في هذا القانون الضمان الاجتماعي، مسألة سماح رئيس لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب بإشراك النواب والأعيان أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي، هل لا يروج للقرار؟ أنا أريد أن أذكر الحالة، لا أريد أن أذكر رأيي. يروج للقرار على أنه هذا هو أصلاً موجود، هو الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي. اختياري وهذا كان هنا اختياري، لكن هون في قصة ثانية، ستدفع المؤسسة والخزينة الالتزامات التي الجزء العبء الذي ستتحمله أي مؤسسة. اليوم محمد الزيود موظف في قناة رؤية مثلا أو في صحيفة الرأي، هو بيدفع جزء وهذيك تدفع الضعفين. فالضمان الأعيان والنواب مؤسسات ستدفع جزئية، هذه الجزئية مضاعفة. واليوم النائب اللي تقاعده أو وصل لتقاعد آخر تقاعد 800 دينار بده اليوم يرتفع ل 3000 دينار. أنا لست ضد اليوم اعترض أظن الأعيان اعترضوا عليها اليوم الأعيان اعترضوا، واليوم الأعيان أيضا يوجد ضغوطات من أجل العودة والأخذ بقرار النواب، والحسم سيكون الخميس.